لكن الدولة العميقة أو من يريد أن يسميها كذلك، البعض بيقول أنها أيضا هي مستفيدة من بقاء الحال على ما هو عليه، وبالتالي هذا هو قلب الدولة الإداري. كمية الفساد اللي موجودة فيه، ربما البعض يقول بأنه كل القائمين على هذا الجهاز وليسوا بالضرورة أن يكونوا من العسكريين مستفيدين بشكل أو بآخر، وبالتالي هناك قطاعات عريضة في هذا المجتمع لا تحبز فكرة الخروج أو المطالبة بإسقاط هذا النظام في هذا الوقت على الأقل. الدولة العميقة والجهاز الإداري للدولة هم اللي قاموا بالثورة المضادة، هم دول اللي قامت عليهم ثورة، هم دول الشعب طالب في 2011 بإسقاط النظام، ولكن للأسف لأننا تم خداعنا في فبراير 2011، فبعد إسقاط رأس النظام مبارك تركنا باقي الذيول. وأذكر الشيخ حازم صلاح قال في فبراير 2011 في أحد الاجتماعات اللي أنا كنت حاضرها، إحنا طيرنا رأس حية هتطلع لها 19 رأس، وكان يقصد بذلك المجلس العسكري. ومش المجلس العسكري بس اللي كان مستفيد من نظام مبارك، وكان لابد من إسقاط هذا المجلس أو تحييده في مرحلة من المراحل. ولكن هناك سلسلة من رجال الأعمال ومن الإداريين في جهاز الدولة الإداري المستفيدين، مجموعة المستشارين اللي بيعدوا بالألاف، اللي بيستنزفوا ميزانية الدولة في مكافآتهم، وأعتقد كل دول مستفيدين. محمد علي شايفه إزاي؟ ظاهرة وانتهت أم مازال لها أثر؟ طيب، محمد علي من وجهة نظري كان بادئ كويس جدا لما كان بيتكلم على طبيعته، وكان بيتكلم بتلقائية. إشكالية محمد علي أنه لا يمتلك حس سياسي أو وعي سياسي كامل، وده اللي خلاه رمى السولد كله مرة واحدة أو ألقى بكل أوراقه مرة واحدة. التظاهر في الشارع هو أحد آليات وأحد أدوات الاعتراض، مش هو الغاية من الاعتراض. هناك عدة طرق كان ممكن عدة وسائل كان ممكن محمد علي يلجأ ليها لتبيان اعتراض الشعب حتى نصل إلى النزول للشارع. ولكن إلقاء الناس مرة واحدة نزول للشارع وكل المراقبين للوضع في مصر، لم نكن نحلم بما حدث في 20-21 سبتمبر من هذه الهبة التي حدثت. ولكن أنا وجهة نظري إن محمد علي استبق مجموعة، يعني حرق مجموعة كبيرة من المراحل وراح للتظاهر اللي هو أحد آليات الاعتراض. ولكن أنا مش هرمي الناس في الشارع إلا لو نازلين عشان يحدثوا بالفعل تغيير جذري.